السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم تابعي ومتابعات في قناتنا المطبخ خرافي. تحية طيبة لكم، أنا الشيف محمود، تحيكم من المطبخ خرافي. رجع لكم فيديو جديد مع طريقة تحضير وصفة الطاووق بالخضار على طريقتنا الخاصة. نتعرف معكم بداية على مكونات والمقادير. في عندنا هون 10 حبات بصل ناعم، إضافة لحبتين جزر مفروم بشكل ناعم، كاسة ماء، حبتين فلفلة حمراء، 600 جرام صدر دجاج طاووق، إضافة لهذا القدر من البازيلا، حبتين بطاطس مقطعة بشكل ناعم، ملعقة معجون طماطس، نصف ملعقة ثوم مهروس، نصف ملعقة ملح، نصف ملعقة فلفل حمراء، نصف ملعقة بهار. في عندنا هون ورق زبدة سيأتي استخدامه واتباع. ندخل معكم في الطريقة التحضيرية العملية إن شاء الله. راح نضيف الآن زيت نباتي بهذا القدر، ما نكثر، تمام، وراح نبدأ إن شاء الله بحمص الطاووق بداية. وصفة بسيطة وسهلة وسريعة، تمام، بمذاق اسطوري وطعم خرافي ان شاء الله، بتنال اعجابكم. الان راح نضيف البهار، الملح، تمام، نبدأ نخلطهم مع بعضهم البعض. بداية راح نضيف البطاطس والجزر كونهم من الخضار الصلبة، تمام، مثل شايفين مزيج رائع. طريقة جديدة لطهي الطاووق، الدجاج، تمام، الآن راح نضيف البصل. طهي البصل في حال عدم وجود هذا الصنف من البصل يستبدل بالبصل العادي، هذه المشكلة. راح نضيف الفلفل الحمراء، لون رائع مثل ما كنتم شايفين، ومواد او أطعمة متجانسة مع بعض البعض. طبعا أرجعنا إضافة البازيلا لما قبل النهاية، كون البازيلا لا يعني تقوى على النار، تتفكك بشكل سريع. الآن راح نضيف ثوم مهروس، معجون الطماطس، نزجهم مع بعضهم البعض. لونه رائحة
السورية. نضيف الآن بازلاء رائع جدا، وصفة يعني من الوصفات الجديدة المميزة خارقة الطعم. ريحة اللي عم بشمها أنا الآن أسطورية والله، رائحة جدا لذيذة طيبة. الآن راح نضيف الماء وضع على جنب، نتركها الآن على النار لمدة 10 دقائق ريثما تنشف وتجف الماء. نرجع لكم للمرحلة اللي بعدها إن شاء الله، خليكم معنا. مثل ما انتم شايفين الماء جفت، طفي عليها النار على هذا الشكل، ورح نبدأ بصرة داخل ورق السبة. في منتصف ورق الزبدة نكتفي بهذا القدر. الآن راح نبدأ في صبرة بهذا الشكل، شكل ظرف يعني أو باكيت. على الجانب الآخر هيك داخل الجاط، تمام. رح ناخذ ورقة ثانية وورقة الزبدة، ونوضع مزيد من الطاووق الخضار. استنفذ كامل كمية ان شاء الله وارجع لكم، خليكم معي. رجعنا لكم بعد ما صريناهم بهذا الشكل، عدلنا الصره الاولى كون الجاط عندنا ما اتسع، فصريناهم بهذا الشكل انتم شايفينه، وراح نوضعهم بالفرن لمده 25 دقيقه على درجه حراره 180، ونرجع لكم ان شاء الله بالشكل النهائي، خليكم معنا. رجعنا لكم بعد ما طلعناهم من الفرن بعد 25 دقيقه، طلعوا بهذا الشكل. راح اجهز طبق النهائي ان شاء الله وارجع لكم، خليكم معنا، حياكم الله. هيك كان شكله النهائي كطبق لليوم، قدمنا لكم اياه الطاووق بالخضار. عرف لدي الشيف محمود في المطبخ خرافي، طعم اسطوريه، ريحه منقطعه النظير مثل ما انتم شايفين. شكله كيف صار مع الخضار المشكل المتجانسه، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. لا تنسوا اشتراك القناه، تعليق واللايك والشير، ونشر الرابط عبر المنصات المتاحه. حياكم الله في المطبخ خرافي، في كل يوم جديد المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.